أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من الكريزي تاكسي، وحلقة يخلق من الشبه 40. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الدمام، صباح القطة، وصباح أنا والطلوب. أنت الجميلة. بقول لك إيه؟ اتفضل. إحنا متقابلناش قبل كده. مش واخد بالي والله. لا بيت أنت. انت تعرفني توي، معلش مش والله تعرفني توي. ارجع كده بالذاكره 7 سنين ورا. انا ما كنتش في مصر. ها، ما انت ما كنتش في مصر فعلا. ايوه انا ما كنتش في مصر. هما انت هبقت 100,000 جنيه مني وخلعت بدمات. نعم عملنا عليه تمارين. ايه يا عم، انا ركبت مع شمس زهاتي ولا ايه؟ بالظبط كده. تمع الزناتي بقى، تمس الزناتي لسه زي ما انت متحطط ضرايب. ان ايوه انا النشال، انا اللي نشال برعي. ايه اللي مكتوب هنا ده؟ ملع الحرامي، عشان عمري ما هنساك وهفضل غرزك هنا على دراعي. انا فايق يا باشا. لا يا حبيبي، يا سبحان الله، الدنيا بتقول لي واحد من امبابا ما بتكلمش، واحد تقول لي مش عارف. لا يا حبيبي، امبابا دي على حالك وعلى انا. ده انا حقي يا راجل، يا راجل ده انا جالي الاسطومه. ايه ده بس؟ ده انا جالي الاسطومه في الاول. ايه ده يا عم؟ ده انا حصل لي الياسه منك. طب على الناس الحلوه اللي بتشرب الاستروكس ولا ايه؟ لا الاستروكس ده انت اللي عملته معايا زمان. هم بدل احطك في شنطه العربيه. والله ولا تعرف تحطني في شنطه العربيه. احطك في شنطه العربيه، اسمع اللي بقول لك عليه. واحدة بيتا، هنعرف دلوقتي كل حاجة. انت تعرف واحنا نعرف وكلنا نعرف. ثانية واحدة بيتا. ثانية يا دودة. دودة. انت فين يا دودة؟ تعال لي يا دودة. مين؟ المعلم. مين دودة ان شاء الله؟ تعالى بس، مفاجأة كبيرة، مفاجأة كبيرة. تعالى دودة. تعالى دودة. دودة مين يا حبيبي يا ابو دودة؟ هتعرف حالا. مين يا حبيبي يا بيتا؟ سبحان الله يابا، ال 100,000 جنيه مش هحلها. اوعى بس العظيم، على الحرام من جنيه ما هحلها. مرعي يا مرعي، انا صاحبه. اهو صاحب، صاحب صاحب اللي مزعل مرعي الحرام. طلعوا لي بقى صوره من جيبه كده. بالصوره معايا بقى. ايدك جنبك، بقول لك عشان انا بتروح مني. ما تروح مني. ايدك جنبك يا عم، بتروح مني. اسمع اللي بقول لك عليه انت. يا عم اللي بتروح منك كتير. بتروح ما بتغيب منك خلاص. بتغيب منك وتيجي عندي. اسمع بقول لك عليه. بص بص قدامك. بتروح منك بص قدامك. ايه ده على اسمع اللي بقول لك عليه. يا عم بص. طمني اه. انت منين يا ال 100,000 جنيه؟ انت بتكلم مين؟ طمني يا على حالك متعقل. عارفين ان انتوا بتتكلموا مع مين يا مرعي؟ مع مرعي الحرامي. عارف مرعي؟ ايوه مرعي الحرامي. اهو اهو مرعي الحرامي. مرعي الحرامي اهو. بابا انت هتجوط. انت نطاط. ايه يا بيشو؟ بيشو هات لي الرئيس جمعه وتعالى لي. الرئيس جمعه عزوني. ايه ده بس كده؟ مرعي يا حرامي تعالى. يعني خليكم معايا عشان انا بقيت شله نصابين. متحلت انت اللي نضمت. بص قدامك يا ضياع. تعالى لي بسرعه. طب يعني اقول لك انا فين؟ ابعت لك اقول لك انا فين؟ انا هاخدك في الخرابه. خرابه؟ هاخدك في الخرابه. عرفك مين ابو خرابه؟ هتمضي على الوتولات. وصلات ايدك يا ابني. ايدك يا ابني. هتمضي على الوتولات ولا ايه؟ ايدك يا ابني. ايه ده؟ ما خلاص ده انا رحت يبقى هروح فين؟ ايدك يا بص هروح فين؟ ايدك جنبك بقول لك عشان انا ما تغلطش مني. يا مرعي يا حرام. ما تغلطش مني. اوعى تعيش في دورعي والشغل دوت. يا عم شمس الزناتي. ايدك بقول لك ايدك جنبك. لا 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 ايه ايه حركة كده؟ طب ايه ده؟ بص مش ينفع كده؟ طب ينفع كده؟ تضربني؟ ينفع كده؟ حركة ايه؟ مفيش حاجة، احنا بنهزر معاك. بنهزر معاك والله. مين بص؟ بص مفيش حاجة. مين هنا؟ مفيش بنهزر والله. مين هنا؟ بص بص دي كاميرا، دي كاميرا. دي كاميرا والله. دي كاميرا خفية. برضه ثانية. كاميرا خفية والله. كاميرا خفية والله. كملوا عليها شغل يا لا والله أبدا بنهزر. ركب ايدك وتقول لي إن الشاب برعي مش عارف مين شمس ده. ما هو هزر معاك والله. كاميرا ايه؟ كاميرا خفية. أنت كنت بتهزر. أوعى عينك يا نذيع الحلقة دي ولا ما نذيعهاش؟ حبيبي يا باشا ذيع.
معادي وميعادك واي ميعاد تحت امر حضرتك. فين فين الميعاد يا فندم؟ عند المدام بتاع بابا عبدو. يا فندم ايه ده؟ ايه ده؟ ده وانت حضرتك اسمك بطة؟ بطة؟ بطة مين؟ حضرتك اتيتا من النعالي طيب؟ اه من النعالي. طب ده سعرت ولا باروتة؟ انت بتسأل اسئلة كتير ليه؟ انت مالك؟ لا عادي بتقل. انت شخص مستفز بصراحة. بقول لحضرتك ايه؟ رتدي كده معايا شوية، رتدي معايا شوية هتفتتريني يا بطة. بطة؟ اه هتفتتريني يا بطة. بطة مين؟ ايه نسيت يا بطة؟ لو كنت نسيت اللي جرى نجيب الدفاتر القديمة تتقرا. بطة ايوه انت بطة، عمري ما هنتاكي. بطة عمري انت مجنون؟ لا انا متمجنون. لا انت مجنون. انا متمجنون. لا انا متمجنون. انا عمري مين اللي متخلف؟ انت. هي نفس التتمة اللي كانت بتستنهاني بطة، اقسم بالله. انت في حاجة تعبانة في دماغك؟ لا مفيش حاجة تعبانة يا هانم. ايه نسيتيني؟ نسيتي ال 36,000؟ نسيتي؟ هات معاك وانت داي سمسن، هات معاك وانت داي فستق، هات عين جمل، هات لوز، اصل انا امي بتحب عين الدمل، اصل انا ابويا بيحب اللب التوري. فاكره ولا نسيتي؟ فاكره ايه؟ والله ما هحلك، والله ما هحلك. مجنون صح؟ مجنون. 30,000 جنيه. 30,000 جنيه. تبكى ب 30,000 جنيه. انت متخلف اصلا. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ لا ما تقوليش مش هوصلك. ما تمدش ايدك. بقول لك ما تمدش ايدك. انا مدت ايدي يا حراميه انتم يا ام بطة. نزلني هنا على مش هحل غير لما اخد حقك. كده ما تمدش ايدك. مش هوع ايدي. انت مجنونه ولا مين اللي متخلف؟ انت متخلف. قال يعني البت بقى من معادي بقى ايه؟ نسيتي ولا ايه؟ الشخص الغريب ده. يا نهار ابيض يا بطة، الدنيا اتغيرت. انا رسمتك على تدري. رسمتك اهو. انت مجنون. رسمتك انت مجنون. على تدري. انت مجنون. نسيتي؟ نسيتي الدق ده؟ رسمت مين يا عم؟ راحت نيل كده. نسيتي الدق ده؟ وريني دراعك. وريني دراعك. كنت تد عليه، كنت تد اتني عليه. ما تقليش ادبك. تمام تمام بت بت خلاص عشان متعدين نفضل علينا انك في الاسم نتفاهم ونتكلم. في الاسم يلا بينا على الاسم. واحدة واحدة يا اختي يا سلام. الو ايه يا دودة؟ تعالى لي بعد اذنك تعدي اخدك. يا عم ده انا داخل عليك هاخدك هاخدك تستناني على نطة الشارع. يلا. انت بتكلم مين انت؟ يا بت ماما بت بت سلام سلام. فتني دوق. نزلني على جنب. مش هنديلك. بقول لك نزلني بمس بيفتح. تعالى يا دوده. تعالى يا دوده. تعالى بسرعه ده دوده. تعرفي ده مين اول ما يركب هتعرفيه ايه؟ مين يا مهرج؟ تنسيتي ولا ايه؟ بقول لك نزلني على جنب. دوده. بص مين دي يا عم دوده؟ هي ولا مش هي؟ بطه. انت متخلفين يا صاحبي. بطه. انت منين انت فين؟ بطه. بقول لك ايه يا جدعان انت كمان على السطح. هخلي نهاركم اسود النهارده. بطه بطه بطه. بطه 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 والمطر. ما تروحش كده يا جدعان. مش هحل غير لما قلت قطه. بقول لك نزلني على جنب. مش هسيبك غير لما قلت قطه. بقول لك نزلني. انت بتدخل فلوس يا بطه. 30,000 فلوس يا بطه. نزلني. بقول لك ايه؟ نزلني على جنب. انا هخلي نهاركم اسود النهارده. مفيش انا. وريني يا اخي. بقول لك نزلني. مش هنديلك انا خلاص خطبتك واخد حقك. نزلني على جنب. نزلوني. خد حقك. نزلوني. مش هنديلك. بقول لك نزلني. مش هنديلك. نزلني هنا. انت في الخرابه هنا. نزلني. بقول لك نزلني. انت نخلط وناخد حقنا. بقول لكم نزلوني. ما كناش اوبر معاكي وضايقناكي. انت ضايقتوني طبعا بس انا مبسوطه ان انا عرفت. على فين؟ نازلة الحسن. طيب خالص. لا لا عادي بتمن لما تقله. بتمن لما تقله عليكي. لا انت حضرتك. لا لا يمكن لا انت انا عارف نفسي. انت انت انا عارف. انا ايه؟ انت بطة. لا انت بطه انت نسيتيني. انا اعرفك اصلا. اه تعرفيني تعرفيني تويت قوي. انت ومامتك ام بطه.
ايه انتيتي ولا ايه؟ التلات اربع التنين اللي فاتوا خلوكي ما خدتيش بالك مني. قعدت ليه؟ عشان انا ما اعرفكش اصلا. لا ما تعرفينيش، ما انت اكيد عمرك ما هتقولي انك تعرفيني. مش شارب حاجه؟ لا انا متلف حاجه. انت طبيعي يعني؟ انا طبيعي. التبكه، فاكره التبكه؟ ايه يا بطه؟ فاكره الدبدوب؟ الدبدوب اللي كنت بجيبهولك من اتنين ونط وتعالى بط. ايه نتيتي ولا فطرت؟ لا لا يا حبيبتي افطرت. لا انا متاتت وانا تيبت. ايه التبكه بتاعتي فاكراها التبكه؟ لا مش فاكره. التبكه بتاعت 3 جنيه اللي خدتيها انت ومامتك وهربتوا واختفيتوا من المنطقه. عشان 9000 جنيه هنهرب ونسيب المنطقه. اه ده اللي حطت بالضبط. الحمد لله. طب لو سمحت بعد اذنك وصلت لك توكيت. وصلت من توكيت عشان انت شكلك عبيط وهطلب لك حد كده يجي لنا يقف على الطريق. لا 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 التوب اللي انت عداه انا والله ما هحلك. شكلك عبيط. لا انا متعبيط. لا عبيط. لا انا متعبيط. انت بطه وايه؟ ايوه انت بطه وبتحودي ومتهتيبك. ده الدنيا اتغيرت. ايه ده؟ الدنيا اتغيرت قوي. انا مش صغيره. اقسم بالله الدنيا اتغيرت. انت فين؟ شكلك عبيط. الو. شكلك عبيط. يا جوده. اعدي عليك يا جوده. طب كويس انا قدامك. تعالى 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 تعالى. حد يقف لي على الطريق ياخدني عشان في حد. ارتب يا دوده. ارتب يا دوده. ازيك يا مرعي؟ ايه يا دوده؟ عامل ايه يا مرعي؟ حبيب قلبي. اخبارك ايه يا حبيب قلبي؟ انا اتربطت كده وراك يا دوده. دي مين ليه؟ مين؟ بط كده. مين؟ فيا. بطه. بطه. جبتها منين دي؟ سبحان الله الدنيا اتغيرت يا جوده. حرام عليك ده انت قلب عليها الدنيا. انت فين يا ظلمه؟ انت كمان مجنون. انت فين؟ حرام عليك الراجل لف الدنيا عليك انت وامي. حرام عليك يا ظلمه. انا اتدوخت وسميت بنتي بطه. ده الراجل رسمك على ايديا على دراعي على دراعي. بطه. هي دي بطه؟ يا بطه بقى اهي اهي وعلى صدره اهي. ولا بطه ولا وزه؟ طيب ولا بطه ولا وزه؟ فلوسي خلصت على حب العديد. فاكر يا صاحبي؟ على حب العديد وعلى افلام محمود عبد العديد وعلى مسلسلات احمد عبد العديد وياسمين عبد العزيز واي حاجه اخرها عزيز. يا نهار ابيض. احنا متمدنين. احنا متمدنين. انا ليا عندك تابته. التابته بتاعت اللي عندك متعتبها. فين الشبكه دي؟ التابته انت امي سرقتوها. اتعصب عليك يا حراميين يا سرقيين. بطل مش ليك يا مرزوق. امال بطل مين؟ ليا. ليا؟ يعني انتوا كنتوا دافنينها توا؟ من الاخر. شكلكم مدنيين. كاتلنا مدنيين. يلا كاتلنا مدنيين. فلوتي هاخدها. يا اما ذهب يا اما مدوهرات. انت اكيد يا اما حاجه؟ انت فاهمه بقى. انا متحنت النهارده. حاجه انا هاخد الذهب اللي معاكي. خد يا صاحبي اللي انت عايزه. اعمل ميه نار ادلقها في وشها. دي ميه نار ادلقها في وشها. الذهب اللي معاكي. في وشي. الذهب اللي معاكي اقلعيه. اللي انت كنت جايبه لي. ابدا. اللي هو امتى بقى ده؟ اللي انت كنت بتحلم. اطلق ميه النار في وشها. ميه النار. ايه دول؟ مش هتنزلي يا الهرطب دي. موبايل ده هاخده. هات الموبايل ده. قال لها الساعه. قال لها الساعه دي بتخربش. دي بطه بقت بتخربش. يا قلبه بتقطه. ما بقتش بطه. ده الراجل رسمي على ايديا. ده انا رسمها اهو. ده انا رسمها اهو. ده انا رسمها اهو. بص البطه عامله ازاي. والبوز هو البوز. البوز يا بوز. انا هخطفك يا بنت. مش هتنزلي. انا هخطفها. اذبحها. اذبحها. خد منها فلوتها. سيبت اعصابك. سيبنا اعصابك بس. انا حاسك باعصابك هاديه. لا انت واحد بيخطفك ومش عارف. انت مالك هاديه كده ليه؟ انا هاديه.